السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قنوات التلفزيون الجزائري في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم استوديو لايف الذي يناقش بالتأكيد قضايا الساعة، قضايا كرة القدم، القضايا التي تثير طبعا الجدل، جدل في الساحة الكروية الجزائرية. بالتأكيد برنامج اليوم يستضيف الفاعلين والناشطين في حقل كرة القدم في حلقة اليوم، وكالعادة يحضر معنا ضيوف محللين وأيضا ضيف أيضا من نوع خاص في برنامج استوديو لايف الليلة. ونبدأ بالتأكيد مع محلل التلفزيون الجزائري مصطفى مازا كالعادة. مرحبا بك مصطفى. أهلا، شكرا على تلبية الدعوة. السلام عليكم، أزور في اللون. والضيف أو المحلل الجديد لقنوات التلفزيون الجزائري مصطفى كويسي، أهلا بك، شكرا. السلام عليكم عبد العزيز، تحية لك ولكافة مشاهدي الحصة. ومعنا أيضا مشاهدينا على شمالي ضيف آخر، ضيف كان له شأن كبير في كرة القدم الجزائرية، هو محفوظ قرباج، رئيس أو الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم وأيضا الرئيس السابق لفريق شباب الوزداد. محفوظ، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا عبد العزيز، وتحية لكل السادة المشاهدين. إن شاء الله تكونوا ضيف إن شاء الله. شكرا لكم ضيوفي. إذن ما يزال مستقبل كرة القدم في بلادنا يثير الجدل في الأشهر الماضية. طبعا دخلنا الشهر الخامس والمنافسة منافسه كرة القدم متوقفة دون أن يصدر أي قرار بشأن بطولات كرة القدم في أقسام المحترفين والهواة. أيضا رغم تحركات الاتحاد الجزائري لكرة القدم منذ شهر أفريل الماضي، إلا أن استئناف نشاط الكرة ما يزال يثير الكثير من التساؤلات في الوسط الكروي. وآخر الخرجات التي لجأت إليها الفاف هي الاعتماد على استشارة كتابية يشارك فيها جميع أعضاء الجمعية العامة، مثل ما نشاهد متابعينا. الاتحاد الجزائري نشر في بيان له على موقعه الرسمي بيان كما ذكرت قال فيه بأنه بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة وأيضا موافقة الفيفا لجأ إلى استشارة كتابية فيها طبعا مجموعة من الملاحق ويعرض فيها في الاستشارة أو في الأولى يعرض هل على أعضاء الجمعية العامة هل يوافقون على استئناف البطولة بالإجابة بالموافقة أو الرفض. وفي حالة الرفض اقترح أيضا ثلاث حلول على أعضاء الجمعية العامة، وهو ما سنناقشه بالتأكيد مشاهدنا بكثير من التفصيل مع ضيوفنا. أبدأ معك محفوظ قرباج ضيفنا في عدد وفي حلقة اليوم. استشارة كتابية نشرت ووزعت على أعضاء الجمعية العامة أثارت ولا زالت تثير الكثير من الجدل القانوني، هل توافق؟ والله غير كل حال الاستشاره هذه من الجانب القانوني لا 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 حدث ولا يعني ولا معنى لها، يعني من الناحيه القانونيه نتكلم، لانه الاستشاره تستشير اعضاء الجمعيه العامه يعطيوا رايهم يبقى مجرد راي، لانه القانون واضح. انا الحاجه اللي نستغرب فيها في هذه الحاله هذه بالذات، لماذا اللجوء الى الاستشاره؟ لماذا لم نطبق المادة 82 اللي تسمح للمكتب الفيدرالي بالتشريع أو باتخاذ القرار؟ يعني الجواب من بعض نسمعنا بعض الأصوات على مستوى الاتحاد يقول لك لزيادة الفائدة ولتعميم. يا أخي في القانون القاعدة القانونية تقول الاجتهاد بوجود نص. تقصد المادة 29؟ لا 82. نعم. مادة 82 اللي تقول أنه في غياب في الحالات الاستثنائية ولا في غياب النصوص المكتب الفيدرالي يشرع يأخذ يحق له اتخاذ القرار. وش معناه هذه تاع زيادة التعميم والاجتهاد؟ ما كان اجتهاد لما يكون أنا لما ذكرت المادة 29 المادة 29 كنت أقصد أنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم تجاوز
مسألة الجمعية العامة التي كان قد دعا عليها سابقا ولقيت الرفض من طرف وزارة هو الرياضة. الاتحاد تجاوز القانون ولا في الإجراءات، هو في الجمعية العامة الاستثنائية تاع سبتمبر العام الماضي لما عقد جمعية عامة استثنائية ودرس تغيير نظام المنافسة، لأن الجمعية العامة الاستثنائية القانون يسمح إلا لدراسة ثلاث حالات فقط، وبدأوا التأويل التفسير في المادة، المادة ناقصة، المادة ناقصة وإلا كاملة. كان عندك أنه في بداية العهدة أنك تصلح، لأنه في 2018 كانت جمعية عامة. ولكن ولكن حتى الجهات الوصية آنذاك يعني لم تتحرك في هذا الشأن. الجهة الوصية العام الماضي الجمعية العامة 30 سبتمبر. الوزير السابق أخطأ لما أقر شرعية الجمعية العامة الاستثنائية على العام الماضي، هذه نقولها الآن أخطأ، لأنه الجمعية العامة الاستثنائية عندها شروط باش تعقدها. تغيير المنافسة لا يتم في جمعية عامة استثنائية، نظام المنافسة يتم في الجمعية العامة العادية. أما الجمعية العامة الاستثنائية ما عندكش الحق، وبالتالي نقول الآن ما بني على باطل فهو باطل. إذا كانت هناك استشارة، يعني إذا الاتحاد أراد أن يستشير مع الجمعية العامة، فما المانع؟ الاستشارة لما تعاود ترجع يجاوبوا المستشارين أو الجهات التي استشيرت. فلما يجيب الجواب راح المكتب الفيدرالي يرجع يدرس وياخذ قرار. صح. يعني القرار الصادر راح يصدر عن المكتب الفيدرالي، يعني كانه واحد قال له راهي ودنك قال له راهي هنا. نفهم من كلامك ان الاستشاره لن تكون لها حجيه قانونيه. ما عندهاش حجيه قانونيه نهائيا. لا 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 حجه قانونيه للاستشاره، يؤخذ بها على سبيل الاستئناس. على سبيل الالتماس، على سبيل الاستئناس، على سبيل الاستئناس يعني. مصطفى، نعم كما كان يقول، يعني انا حبيت نطرح لك سؤال، انه من وجهه نظر قانونيه عبد العزيز، وهنا نرجعوا للوزير. الوزير خد قرار او اصدر تعليمه. لما نقول وزير الدوله الجزائريه، صحيح، اصدرت تعليمه اللي حدد فيها انه لا يجوز المساس بنظام المنافسه، لا يجوز انك تغير النظام الاساسي للجمعيه، نظام الجمعيه العامه واعتبر زاد جات تبعها مراسله وين يتكلم على كلمه مراوغه، لانه اللجوء الى الجمعيه الاستفتاء لهذه الاستشاره يعتبر مراوغه، تدري كما يقولوا اندريب. هناك من يتحدث، ربما معدي مصطفى، هناك من يتحدث على انها جمعية أو استشارة بثوب ربما جمعية عامة استثنائية. حتى إذا كنا نرجع مع الاتحادية هذه، لما الجمعية عند شاهدنا جمعية عامة غير استثنائية، يعني وقعت العام الماضي. صحيح. جمعية عامة غير استثنائية، يعني واحد الجارغو، واحد الكلام قانوني عنده صفة قانونية ولكن لا أساس له في القانون. مصطفى، الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ما المانع أنه يجري استشارة مع أعضاء الجمعية العامة؟ هو قال استشارة، وحتى محفوظ قرباج قال بأنها تأخذ على سبيل الاستئناس، ربما يريد أن يعرف من حقه حتى إذا اتخذ قرار لا يلومه أعضاء الجمعية العامة ويقولوا له ربما اتخذ قرارات انفرادية، رغم أن القانون يقر له باتخاذ القرار. القانون يخول له باش يأخذ قرار، والمادة واضحة، هي مادة 82 هكذا، لأنه حتى لو تستشير أعضاء الجمعية العامة راح ماهيش الجمعية العامة اللي تاخذ القرار، وهي من المفروض الجمعية العامة عندها حق انه تاخذ تقرر. صحيح. لكن العودة الى المكتب الفيدرالي بعد الاستشارة راح يكون لا محل، يعني تعود الى لماذا نلف الدوران باش نعاودوا نقولوا المكتب الفيدرالي باش ناخذوا القرار، حتى لو كان يعني نقولوا النسبة المئوية تاع الفرق صوتت لاقتراح ما. صحيح. راح المكتب الفيدرالي يقول لك بلي هذه المادة هذه الحالة ما تساعدناش نمشوا لهذه الحالة، يعني تعود إلى قرار المكتب الفيدرالي. اسمعني مصطفى، خاصة أنه المكتب الفيدرالي شرع الحالة، لما نعطيك مثال نظام تغيير المنافسة أقر أو تم إقراره في الجمعية العامة الاستثنائية اللي داروها في سبتمبر العام الماضي 30 سبتمبر، بعدين هذا صادقوا على تغيير نظام المنافسة. اما طريقه شكون يطلع شحال يطلع وكذا، تمت المصادقه عليه دون الرجوع الى الجمعيه العامه في المكتب الفيدرالي في ورقله، وهي كان المفروض في نظر قانونيا اعضاء الجمعيه العامه المفروض يكونون على درايه، كانه الجمعيه العامه اعطت الموافقه. بصح كيفاش تمت الصيغه بصح كيفاش من ناحيه تطبيقيه الجمعيه العامه ما على بالهاش،
يعني حتى هذا الاحتمالات هذو اللي راهم يتكلموا عليه من الان لم تصدق عليه من الجمعيه العامه، ما تكلموش عليه من الجمعيه العامه. يعني بعد الخلوطه واحد التكتوكه. نسمع راي مصطفى كويس، تفضل مصطفى. شوف فيما يخص يعني الاستشاره هذه الكتابيه، هي حقيقه ولا قانون ينفي انك تقدر لا يمنع من اجراء استشاره. اي قانون ينفي انك تعمل هذه الاستشاره شيء يعني عادي، ولكن ماشي هذه اللي راح يعني تعوض الجمعيه العامه. هذا يعني نقول لك ربما انا نشاطر الحاج في الطرح تاعو عندما قال لك علاش نستنى حتى الوقت الحالي يا عبد العزيز؟ علاه؟ لماذا؟ انا قلتها في الحصه اللي فاتت، يعني تكلمت وقلت كان من يعني الاصدر ويعني الاخر انهم ياخذوا القرار في المكتب الفيدرالي. صحيح. هذا هو ما خداوش. انا نقراها بحاجه واحده اخرى، نقراها انه نقص شجاعه، وقلتها لهنا الامين العام كان هنا يعني، وقلتها له يعني هكذا فصفص، لان انا الحلقه الماضيه انها نقص شجاعه. لان علاه بوركوا نستنى من باب زعما الديمقراطيه ان يعني نسمعوا الاراء تاع كل الفاعلين بين قوسين، فاعلين كره القدم، انا ما ما هذيك تاع الجمعيه ما نستعرفش كاع بها باش نقولها نعاود الجمعيه العموميه نقولها نعاود نقولها. الوزير عنده الحق مصطفى، الوزير لما تقرا المراسله تاع الوزير تاع لا مانع من الاستشاره، الفاعلين تكلم على لي زاكتور دي فوتبول، ماشي اعضاء. نعطيك مثال علي فرقاني يعتبر من الفاعلين. صحيح. لا 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 لا. صرح دار تصريح وقال انه الوزير على حق. علي فرقاني باعتباره رئيس الجمعيه تاع اللاعبين، تقصد انه هناك قصور في الجمعيه، الفاعلين ماشي غير اعضاء الجمعيه، لما فيه ناس لعبت كره القدم. صحيح. عندها خبره في كره القدم وعندها درايه في شؤون كره القدم، وما يجعد عضو من الجمعيه العامه، يعتبر ما شوف عضو فعال. باش نكمل برك يعني علاش نقول دائما الجمعيه انا هذه العامه ما 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 ما, تقن ما قنعتنيش انا شخصيا. ما تقنعنيش وما قنعتنيش ماشي الا من هذه المره، حتى يعني الاعوام السابقين. لماذا لم تقنعك؟ ربما العام والخاص يعرف. صحيح. ان هذو المعظم الاعضاء اللي موجودين بالليله وضحاها يتغير رايه، ولكن شفناها ولا لا؟ سامحني، اعضاء الجمعيه مصطفى، اعضاء الجمعيه يروحوا مع مصالحهم ما يخدمهم، خاصه في انديه الهواه. اسمح لي، معليش هذه الا ريغور كي تخدم المصلحه تاعك، ولكن صحيح. با او ديتريمون على المصلحه تاع كره القدم. صحيح. فوق كل اعتبار. صحيح. فوق كل اعتبار. صحيح. لازم مصلحه الكره القدم الجزائريه ككل. هادو راني نقول لك اليوم يرفع، أنا شفناهم يا ناس ما نخبيوش، نقولوا الحقيقة، اليوم يفوتي كذا، غدوة يفوتي حاجة واحدة أخرى، يعني وين رأي المصلحة تاع كرة القدم؟ إذن أنا نقول باللي بالنسبة لي المكتب الفيدرالي ارتكب غلط كبير، خطأ كبير، أنه ما خداش لا ديسيزيون أو مومون فولي، معناتها في الوقت المناسب ما خداوش القرار اللاحق. شوف تفضل عزيز، اسمح لي نضيف لك شيء. تكلمت على الديمقراطيه، ركز لي على الديمقراطيه. كان محمد سعد هنا حاضر في الحصه الماضيه قال لك احنا مشينا من باب الديمقراطيه باش نحلوا يعني للناس نسمعوا الاراء، الفاعلين ونسمعوا الاراء، الفاعلين ام اعضاء الجمعيه العامه. صح صح. اليوم تصريح تاع رئيس الرابطه قال لك اقتراحاتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار. سنصل الى تصريحات لا شيء مهم، شيء مهم هدايا. هادو الناس هادو اللي راك نقول نسميوهم فاعلين في كره القدم، اعضاء الرابطه مشاو داروا اجتماعات في الشرق في الغرب في الوسط وخرجوا باقتراحات مع رؤساء النوادي، يعني بين قوسين هذه كل شيء بين قوسين، لكن الاقتراحات تاعهم لم تؤخذ بعين الاعتبار. لم تؤخذ بعين الاعتبار. صحيح. هذا ما قاله رئيس الرابطه، يعني الشيء هذا. لماذا تكلموا على الديمقراطيه والرابطه هي اللي تنظم المنافسه ما تستشيرهاش وما تتكلمش معها؟ يعني هذا شيء غريب، وما تزيدوش نتكلموا على الديمقراطيه لانه نعرف كيفاش جينا. اذا محفوظ، الاشكاليه ايضا تطرح في منافسه الكاس. طبعا. ربما لماذا يعني السؤال موجه لكم جميعا ضيوفي، لماذا الكأس لم تدرج في الاستشارة؟ هو الكأس إذا كانت وقفت البطولة توقف حتى الكأس، لأنه الكأس يعتبر جزء من منافسة الموسم الكروي. صحيح.
الكاس ديجا اثيرت في بدايه الجائحه تاع الكورونا هذه، لما خذات المكتب الفدرالي خذا قرار بتوقيف الكره والبطوله تاع الشبان. صحيح. واوقات باستثناء الكاس الجمهوريه. هذاك الوقت انا تساءلت يا هل ترى الكورونا موجوده غير في البطوله، في الكاس ما كانش؟ السر ما هو السر؟ الابقاء، ابقاء حبس البطوله للشبان بصح الكاس تبقى. يفهموني برك نعبد نفهم انا، هل ترى مقابله ولا زوج ولا ثلاثه؟ المهم المهم منافسه ابقى اربعه ولا خمس مقابلات بصح فيها خطر تاع كورونا. تكلم على منافسه تاع الاكابر ولا الشبان؟ لا الشبان لما في بدايه العوده تاع بدايه الكورونا الجائحه هذه قال لك الاكابر رانا ننتظروا في قرار اللجنه العلميه، بصح بالنسبه للشبان توقفت البطوله نهائيا الا الكاس. يعني ما فهمتش انا هذا الموقف هذاك تاع نحبسوا البطوله الا الكاس تاع الشبان تستمر نهار نروبروني اون فالا روبروند كما يقولوا. انا قلت سالت هذه الكورونا موجوده في البطوله ماهيش موجوده في الكاس ولا كذا. هو يعني ما هو نفس الشيء بالنسبه للان، لانه الان في الفكره هو انه حتى اذا كان الموسم توقف الاصرار على الكاس ممارسه الكاس. لكن في اي في نظرك كيف سيكون مستقبل الكاس باعتقادك محفوظ؟ انا بالنسبه لي لازم اذا كان توقف، اذا كان توقفت توقف الموسم يتوقف في كلش بالكاس بالبطوله. لكن لكن الحاج في الاستشاره ما تكلموش، ولكن تلغى يعني تلغى الموش على هو الغلط خطا لانه الكاس تعتبر جزء من الموسم. يعني 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 تلغى المنافسه بدون طبعًا. بدون فائز يعني. طبعا ما تقدرش عبد العزيز ما تقدرش تشوف يعني غير منطقي يعني عمليا عمليا لا يمكن ماشي لا لا خلينا من العمليه تاع كيفاش حال تلعب ويكتا لا من غير المنطقي انك تحبس منا تحبس البطوله وهنا تخلي الكاس شي لوجيك ما البطوله على جنب الا لعبت لا 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 وكملوا يعني وخداوا القرار ان البطوله تكمل تكمل الكاس. ولكن من المستحيل انا بالنسبه لي من المستحيل ان الناس ولا حتى نظن المسؤولين ربما لا حتى لا تيتال ما يقدروش يخليو كيفاش تا شامبيونه تحبسها ولا كوب تلعب. انا عبد نسال سؤال يعني البطوله هذه توقف علاش على اي اساس الوقت توقف البطوله؟ غدوه غدوه القرار توقف يا سناتي على الخيارات سناتي على الخيارات الثلاث لا لا على السبب ويقول لك على السبب هو انه البروتوكول الصحي صحيح غير موجود صح موجود في يعني الجانب الصحي ما نقدرش استحاله كيفاش البروتوكول الصحي ما نقدرش نطبقوه في البطوله ونقدروا نطبقوه في في في, في, في لاكوب مستحيل ما تقدرش تطبق مثلا ملاعب ترى غدوه تلعب مش عارف الفرق اللي ما زالت متاهله نفس الشيء الملاعب اللي تستقبل فيها في الكاس هي تستقبل فيها في البطوله وبالتالي يعني العائق اللي موجود واللي ادى الى توقيف البطوله هو نفس العائق اللي راح اللي المفروض انه يؤدي الى توقيف منافسه الكاس. يعني ما انا هدنا وزيد الحجه الحاج الحجه اللي خداوها بس زعما يلعبوا الكاس على حسب ما سمعنا يعني تحليلك الخاص يعني لا لا سمعنا سمعنا كلام نظن حتى هنا كنا مصطفى سمعوا الناس كاع انها يعني رانا في ادوار متقدمه ما بقاوش مباريات ولكن في نفسه في المقابل حتى في الشامبيون ما بقاوش بزاف بقاو تقريبا اكثر من 60 مباراه يعني والاخرين 8 مباريات والاخرين هاي كيف كيف دونك هذه حجه غير يعني ما تقدريش ترضي بها نحاول هذه نفس الشيء بالنسبه نحاول دور واحد نحاول دور بالنسبه لي محفوظ مصطفى لو ناتي الى الخيارات الثلاث يعني كان خيار اول انه بالنسبه للاستشاره اولا موسم انهاء البطوله توقيف البطوله واعتماد موسم ابيض دون فائز يعني وهذا ما ترفضه الاتحاديه لانه اسمع لانه هذا هو يعني وتاجيل تطبيق نظام المنافسه الى موسم 2021 انت تتكلم هكذا ولكن رانا تقريبا راه موجه لانه اذا تتذكروا عندنا اسبوع ولا اسبوعين عضو مكتب فيدرالي سي عمار بهلول ذا تصريح على فكره نفتح قوس معليش انا اتصلت بعمار بهلول ربما حتى نعطي يعني يعطينا رايه ويعطينا راي المكتب الفدرالي ولكنه
اعتذر في البرنامج اليوم في استوديو لايف، ولكنه اعتذر بلا باقه. طبعا نحترم رايه. انا نتبع واش صرح. هو صرح تصريح في التلفزيون، التلفزيونات وحتى وكالة الانباء الجزائريه، قال بانه مستحيل انه نتراجع على تطبيق نظام المنافسه الجديد. وبالتالي الاختيار الاول بالنسبه لي الاتحاديه، لانه النظام المنافسه لا يمكن انك تطبق فيه نظام منافسه. وما المانع اذا طبقه في الموسم، ليس في الموسم المقبل، الموسم يعني بعد الموسم المقبل، يعني الطرح اللي طرحوه النوادي 2021 اللي طرحوه النوادي. ولكن هنا نرجعوا المغزى، ما هو نرجعوا للجواب تاع سي زرباطي في الاستشاره. يعني شباب التصاور كانت رفضت الاجابه على الاستشاره. فقط الخيار الثاني كان هو اعتماد النتائج الحاليه كما هي مصطفى، تحديد الفائز وتحديد ايضا النازلين، وبالتالي تطبيق نظام المنافسه الموسم المقبل. اما الخيار الثالث اللي ربما الجميع راه يتحدث عليه، انه توقيف البطوله، تحديد الصاعدين يعني الفائزين اللي هم في المراتب الاولى، و يبقى يعني عدم اعتماد النازلين واعتماد في المقابل الصاعدين. يعني ما يعني ان البطوله الوطنيه ستصبح اذا ما اعتمد القرار المكتب الفيدرالي ستكون ب 20 ناديا. مصطفى، لا لا، ما يكون سوف يكون. تعتبر انه التوجه هذا هو التوجه العام تاع النوادي؟ ولكن يعتبر نظام تغيير منافسه، تغيير نظام منافسه، يعني راح نتجه الى تغيير نظام منافسه، وراح ندهزوا على تعليمات الوزاره، لانه في تعليمات الوزاره تقول انه الفيدراليات ما عندهاش الحق انه تغير من نظام المنافسه، ولا حتى في النصوص في السنه الاخيره من العهده الاولمبيه. يا اخي هكذا هذه ماهيش جديده مصطفى، بالمناسبه كل عهده في السنه الاخيره تجي الوزاره دير التعليمة. هي تعليمه لكل فيدراليات الحاج، ماهيش الا لكره القدم. لكن لما تشوف انه يعني هناك تعنت ولا اصرار في تغيير نظام المنافسه، انا هذا الشيء هذايا ما نقدرش نفهمه، وما نقدرش نمشي مع هذا الطرح هذا، لانه انا صراحه ويبقى رايي الشخصي نتكلم باسمي، انا نقول نديروا موسم ابيض، ومن بعد العام المقبل نقدروا يعني نديروا نظام اخر ربما. لكن تكلم لي اليوم انه فيه ثلاث حالات، الحاله الاولى والحاله الثانيه، يعني مهما يكون فيه تغيير من نظام المنافسه الا الموسم الابيض، يعني هذا الشيء هذا. استسمحك مصطفى، مشاهدينا حان الان موعد اذان صلاه العشاء، فلننصت الى صوت الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. تقبل الله وصلاة الجميع بمزيد من أجره والمغفرة والتواب. نجدد لكم الترحيب دائمًا في استوديو لايف، ويلتحق بنا على المباشر وعبر الهاتف اللحظة الإعلامي الرياضي رشيد عباد. رشيد، مساء الخير، شكرا على حضورك معنا في هذا النقاش. أولا رشيد، كيف تعلق على الأحداث الأخيرة التي يعيشها الوسط الكروي في بلادنا من وجهة نظرك طبعا كإعلامي؟ رشيد، نعم بني اسمعك. نعم تفضل رشيد. نعم، قلت لك شكر لك الأخ عبد العزيز، ومساء الخير لمشاهدي الكرام وكل الضيوف تواك. نظن أن هذه الأيام الأخيرة صراحة أنا راني مندهش من التطورات اللي راهي توقع على الساحة الرياضية، وكأننا بين ليلة وضحاها ولينا نعرفوا كاع لي ريغلومون، ولينا كاع دي زيكسبير، ولينا كاع خبراء في القانون، ولينا كاع ولات اليوم كل حاجه ديرها الفيدراليه يعني غير الشرعيه، كل حاجه ديرها غير الشرعيه. هذا الامر انا ما فهمتوش صراحه، ما فهمتوش، خاصه وان عبد العزيز خويا هي من المفروض ان اليوم وزاره الشباب والرياضه تكون سند للفيدراليه باش يلقاو حل لهذه البطوله. لازم يكونوا كيف يفو كيزاكور دو ريورو باش يلقاو حلول، كما شفنا عند جيراننا المغاربه والتوانسه والمصروه، اللي وزراء الشباب والرياضه هما اللي خداو بزمام الامور، هما اللي دافعوا على ملف الكره مع السلطات تاع البلاد تاعهم. حنا اليوم يا للاسف كل خطوه تجي ديرها الفيدراليه والوزارة الوصية لا غير شرعية، لا ما ديروش هكذا. دوك أنا راني حاير عبد العزيز خويا، دوك ولا هذه الفيدرالية ما عندهاش المبادرة باش تلقى حلول، وكل مرة تجي دير حلول يكونوا لها غير شرعي. يا أخي، أنا لو كان جيت من الفيدرالية اليوم نقول لهم هاكو كوارتكم ولقاو الحلول أنتوما، كي تلقاو الحلول عيطونا، باسكو من غير المعقول اليوم ان كل حاجه غير شرعيه، كل حاجه. ولكن رشيد، سامحني رشيد، سبيل المثال عبد العزيز، دقيقه والله غير دقيقه، تعليمات على الوزير الشباب والرياضه، كنت تسمع دوك واحد الضيوف تاعك يهضر، ما عندوش الحق يتدخل في امور صادقت عليها الجمعيه العامه، النظام والمنافسه صادقت عليه في الثلاثي الاخير تاع 2019، ما صراش في السنة الانتخابية، لأن السنة الانتخابية 2022. هذا تدخل فاضح في شؤون الفيدرالية، من غير المعقول أن الوزارة الوصية اليوم الفارم ترونكوز لي ريزولوسيون دو لاسومبلي جينيرال، سي با نورمال. الجمعية العامة مستقلة هي اللي صادقت على نظام المنافسة في الثلاثي الأخير تاع 2019، والانتخاب رايح يجري في مارس 2022. يعني اليوم لازم نكونوا صرحاء بيناتنا، ما نقدروش اليوم نروحوا. رانا عبد العزيز خويا اليوم رانا واش راني نشوف؟ رانا رايحين في حيط، ما كاين حتى واحد اليوم راهو يجي يدير الحلول.
C'est très facile de faire les procès, Abdelaziz, c'est très facile de faire les procès. Il faut donner des solutions. Parce que nous, dans كره القدم, كنا عارفين واش كان صاري قبل, كنا عارفين كيفاش كان يجي الانتخاب, كنا عارفين كيفاش كانت الجمعية العامة. لكن اليوم يا أخي كل خطوة تجي ديرها الفيدرالية غير شرعي. رشيد, رشيد سامحني, سامحني نطرح عليك سؤال, يعني يعني نعم, نعم. لماذا ربما السؤال الذي يطرح يعني نطرحه كإعلاميين, نعم. لماذا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمكتب الفيدرالي ما دام أن القانون يخول له اتخاذ القرار, لماذا لجأ ربما للاستشارة؟ لأنه الكثير يقول بأنه لما فتح استشارة فتح قوس لتأويلات كثيرة, ولكن لماذا لم تكن له الجرأة لاتخاذ القرار؟ وهو يحق له قانونيا أن يتخذ القرار ولا أحد يحاسبه. نعم, كما يقول البند l'article 82 la 83 du règlement général qui donne droit au bureau fédéral de prendre les légales décisions. شوف في ظل هذه جائحة كورونا من غير المعقول, وحنا قال هذه معروف بها اللي اليوم تقدر دير جمعية عامة. الوزارة الوصية كتبت له قاتلو من غير المعقول أنك دير الوزارة واسمه جمعية عامة استثنائية في ظل جائحة كورونا. ولكن الجمعية العامة نعم. الاستثنائية يعني القانون حددها في ثلاث حالات, أنت تعرف نعم. القانون رشيد المادة 29 في فقرتها السادسة هناك ثلاث حالات, حالة نعم. حل الفاف وتغيير المقر وأيضا تعديل ربما من النظام الأساسي, أليس كذلك؟ كاين قانون 17 على الجمعيات, كاين قانون 17 على الجمعيات اللي هو أكثر من قانون من 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 ريغلومون دي فوتبول. قانون 17 تاع الجمعيات اللي يقول باللي الجمعيات عندهم الدروا يديروا في عام يقدروا يديروا جمعيات استثنائيه من طرف المكتب الفيدرالي ولا من طرف الجمعيه العامه. القانون 17 تاع الجمعيات ينص على ان الفيدراليات يقدروا يديروا والمكتب الفيدرالي يقدر يدير جمعيه استثنائيه عندما الضروره تطلب ذلك. هذه من جهه. من جهه اخرى اليوم صراحه انا صراحه الفيدراليه راهي تدير في محاولات مبادرات ايجاد الحلول يعني صح اي دير في محاولات اليوم راهي دير في محاولات منا ومن شوف مانيش يعني واسمه كيفاش يقولوا تاع المكلف الاعلام تاع الفيدراليه, لكن انا متتبع راني نشوف كل خطره مبادره من الفيدراليه والا وتتلاقى مع عباد لا ماشي غير شرعي. اما كيف وشنو هي الحلول؟ اعطونا الحلول, اعطونا كيفاش راح نخرجوا من هذه الوضعيه. رشيد نعم. مصطفى يريد التحدث اليك. مصطفى نعم. كويسي محللنا. وين مصطفى؟ رشيد صح بارك على كل حال احنا نحترم رايك بيسر ولكن شوف انت جاب لي ربي راك ما جاوبتش السؤال اللي راح نحن لا سامحني خليني نكمل لك. حنايا النقص انا قلت لك البيرو فيدرال كان قادر اسكو كان قادر ياخذ قرار ولا ما يقدرش في حالة يعني ان عرفنا ان التطور تاع الوباء باللي الفوتبول يعني الكره الجزائريه حبست, هل كان قادر ياخذ القرار ام لا؟ هاو السؤال هذا ما كان جاوبتك على السؤال المكتب الفيدرالي قلت له في لارتيكل 82 83 تاع ليغول موجونيرو الى لو بوفوار دو بروندر لي ديسيزيون. لكن اليوم يا سي مصطفى كويسي وانت تعرف التركيبه تاع كره القدم الجزائريه وتعرف المناصرين وتعرف الفرق وتعرف رؤساء الفرق, هل اليوم المكتب الفيدرالي يقدر اليوم يديسيدي قال شامبيون سي ار بي طيح النهد ومقرا ولا صح يا رشيد القرارات يا رشيد اشكال وراه مطروح يا رشيد نجاوبك شوف دوك نقول لك كيما يديروا البيرو فيدرال اي قرار ياخذوه هذه تعرفها اي قرار يديروه سير بي شامبيون ولا ماشي شامبيون الاخرين يهبطوا ولا اي صيغه تاع البطوله جامي راح تعمل لونانيميتي هذه رشيد تعرفها دونك ياخذوا القرار وصلي على النبي هذا ما كان رشيد يعني الله عليه وسلم رشيد زميلي العزيز رشيد الإعلامي ربما كسؤال أخير قبل أن نختم معك كيف ترى أفق مواصلة المشهد الكروي خاصة استئناف نشاط كرة القدم في بلادنا؟ أنا أطلب من الناس عبد العزيز خويا أنا أطلب من الناس التحلي
بالتحلي يعني بالروح الرياضية وبالعقلانية، لأن اليوم احنا الجزائر رانا في هذا وراه كل نهار يتصاعد، يعني وضع استثنائي وحالة طوارئ صحية يعني في العالم وفي الجزائر، يعني رانا في وضع استثنائي وتتطلب أمور استثنائية. اليوم احنا مادام الجزائر راهي تحارب هذا الوباء، نطلبوا من الناس شوية رحمة، شوية عقلانية، بركونا من التهجم. ما يخرج حتى على حتى واحد التهجم هذا. كرة القدم ما راهي مكتوبة على حتى واحد بلازيز، كرة القدم راهي تاع كل الجزائريين. اليوم ماذا بينا الناس باللي تتعقل شوية وتفهم الوضعية اللي رانا فيها. يعني خدمة اليوم كما قال مصطفى كويسي شاطروا تماما عندما قال لك باللي نيمبورت كال ديسيزيون اللي خدا البيرو فيها ما تلقاش فيها الميل. انا راني معاه 100%، عندك الحق ان شاء الله ان شاء الله مصطفى. لكن اليوم رشيد اونيسي ان بو نسييو نقربوا من 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 لا ديسيزيون لي الفافير ان بو لينانيميتي عبد العزيز. ان شاء الله يعطيك الصحة رشيد نعم. عباد الاعلامي، ان شاء الله نتمنى أنه كل الأطراف كلها تعمل اليد في اليد لخدمة كرة القدم الجزائرية، لأنه الرابح والخاسر طبعا هو كرة القدم الجزائرية، إذا طبعا لم نتوحد ولم تكن أراءنا في بوتقة واحدة هي طبعا خدمة كرة القدم الجزائرية والسير بها إلى بر الأمان. رشيد عباد الإعلامي، كنت سعيد بالتواصل معنا ومشاركتنا في برنامج استوديو لايف. شكرا جزيلا لك ونلقاك إن شاء الله في فرص لاحقة بحول الله. شكرا جزيلا وربي يوفقك إن شاء الله في الحصة تاعك. شكرا رشيد، بالتوفيق إن شاء الله. فقط ضيوف الكرام، بعض الأخبار يعني وآخر الأخبار تقول بأنه هناك اتجاه نحو تهدئة الأمور وتجنب كل الصراعات، بالتأكيد خدمة لكرة القدم الجزائرية. وأيضا بعض الأخبار التي تحصل عليها التلفزيون الجزائري تقول بأنه نصف الفرق المحترف الأول أغلبها ردت بال هناك تعادل بين الخيار الأول والخيار الثالث، يعني موسم أبيض والخيار الثالث الذي هو توقف المنافسة. أنا ما زلت مصر مع الموقف هذا، لا معنى له هذا الاستشارة بالنسبة لي أنا. هذا نرجع للقرار يرجع للمكتب، لأن القرار هو محضر في رأيك. لا يعني. لا القرار يرجع للمكتب الفيدرالي. أنا برك لما كان يقول رشيد الآن كل ما تقوم به الفيدرالية تصوره للسواد وغير شرعي وكذا، ماهوش الناس اللي تكلمت اللي قالوا بغير شرعي، ماهوش صحفيين وإلا رجال اللي فاعلين الوزارة اللي قالت غير شرعي. الموقف تاع الوزير هو اللي قال القرارات اللي اتخذتها الاتحاديه، مش انا ولا مصطفى مازا ولا الناس اللي راهم يجوزوا في الوزاره. هي اللي قالت غير شرعي، تشرف على وبالتالي كل القوانين الا كان قانون تبقى الجمعيه العامه غير الاستثنائيه غير شرعيه، ونأكدها ونعاودها، ما سواء اللي تمت في سبتمبر العام الماضي والا ما 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 يدعى الى عقدها. واش رايك المكتب الفيدرالي سبق له انه شرع في ورقله دون المرور بالجمعيه العامه، كان قادر اليوم في هذه الحاله هذه نفس ما اخذها كما اخذها في ورقله ياخذ قرار في هذا المكتب هذا، وكفى المؤمنين شر القتال. واش رايك محفوظ نروحوا للتصريح ربما هو ايضا اثار الجدل اليوم، رئيس الرابطه المحترفه لكره القدم عبد الكريم مدوار، الذي طبعا في تصريحات الإذاعة الوطنية أعاب على الفاف لجوءها إلى الاستشارة الكتابية، وقال بأن ذلك غير شرعي وغير قانوني. نستمع لرئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم. يعني المكتب الفيدرالي ما يديش قرار لإنهاء البطولة أولا، وثانيا لتقديم مقترح الذي يراه مناسبا. لماذا اللجوء الى الجمعيه العامه؟ لماذا اللجوء الى الاستشاره؟ لماذا اللجوء الى جمعيه بار فيديو كونفرنس؟ وبالتالي نتلقى يعني الرد يعني السلبي من وزاره الشباب والرياضه بعدم الترخيص لجمعيه عامه استثنائيه. لماذا نروحوا للطلب وعدم قبول الطلب؟ يعني وهذا شيء اللي كان يعني انا شرت له في اللقاء هذا، ويعني وقلت باللي ممكن جدا الطلب تاعكم ما توافقش عليه وزاره الشباب والرياضه، لان اليوم ما كانش اجتماعات ما كانش لقاءات،
وهذا القرار المكتب الفيدرالي يخول له القانون باش ياخذوا الى يعني مسؤول ياخذ قرارات. انا الاستشاره هذه الاستشاره اللي نعطيها كدروك انا دروك نقول لك واش يوقع. كاع الجزائر على بالها وكاع المتتبعين على بالهم باللي المقترح الثالث هو اللي يفوت وتوقف البطوله، لان اذا كان ما توقف ما يكونش توقف البطوله. اذا كان هذا رئيس الرابطه المحترفه لكره القدم عبد الكريم مدوار مصطفى، هذا عضو المكتب الفيدرالي طبعا. لا مش عضو المكتب، لا ليس عضو المكتب الفيدرالي، هو رئيس هو رابطة رئيس الرابط. لا يعني بصفته يعني عنده وزن، يعني عنده وزن في الساحة، يعني يسمع كلامه لأنه رئيس رابطة فيها 32 نادي محترف يتحدث هذا هذا الحديث وهذا الموقف، ربما يطرح ايضا اكثر من علامه استفهام ويضع الفاف ربما في اكيد امام امر الواقع. اكيد تحس بلي هناك صراع، تحس بلي هناك صراع ما بين الرابطه والفيدراليه، ولو انه ما راهوش للعيان، لكن تصريحات رئيس الرابطه هو شيء واضح، خاصه كذلك لما صرح وقال انه الاقتراحات للرابطه لم تؤخذ بعين الاعتبار. يعني هذا الشيء هذا نقدر نعتبره غير مقبول، لانه نتكلموا على الديمقراطيه ونتكلموا على نوسعوا الاستشاره للاعضاء اعضاء الجمعيه العامه لكن لما ما نسمعوش الاعضاء تاع الرابطه هذا شيء يبقى غير مقبول تماما لفيدراليه اللي تدعي انها تدير الاشياء بكل ديمقراطيه. مصطفى لا نقول باللي الصراع باين يعني، وزيد نقول ماهوش من اليوم، الصراع راه موجود يعني عنده مده، خاصه انه تذكروا يعني نهار يعني حكايه البرمجه بين يعني واش كانت يعني بالفيدراليه الاراء تاع زيتشي والاراء تاع سي مدور وسي زيتشي. اذا الصراع راه موجود يعني عندها مده. هو في الحقيقه لا يخدم هذا هو الشيء اللي ما تمنيناش، لان في اي دول يعني متطوره يعني في كره القدم ولا مرش معنا الرابطه يعني يكون عندها صراع مع فيدراليه، ما كاش، لان علاش يخدموا كل واحد يعني في المفروض يكون تكامل يعني بينهم. كاين تكامل لان كل واحد صح. خدمته باينه، الرابطه باينه خدمتها برمجت اللقاءات والفيدرالية، ولكن هنا في الجزائر وهذه ماهوش غير من اليوم ولو يعني هو الصراع بالنسبه لي انا ما نشوفش كاين تصريح يعني انا ما نشوفش انه نذكر الاخوه المشاهدين ونذكر كل الناس عندنا واحد اسبوعين ولا ثلاثه عضو المكتب الفيدرالي اللي هو سي عمار بهلول في تصريح ايضا نرجع دائما ليه في احد الباطوات تاع قنوات يقول انه ما كانش خلاف بين زيتشي ومدور بدليل انه في اجتماع رسمي مدور يقول انه زيتشي اذا ترشحت انت للرئاسه الاتحاد راني معك ملحق رئيس الاتحاد طبعا يترشح، وبالتالي ما فيش خلاف بين الرجلين يعني وبالتالي لكن الحاج اسمح لي الان انا تمنيت انه كما نتكلم اليوم نشوف الحصه تاع الاذاعه الصباح هو يدافع عن الموقف الاولي انه هو سبق انه اجتمع بكل رؤساء النوادي وكان عنده موقف مشترك او تقريب اجماع حوالي 90% او 95% كلهم كانوا مع توقيف البطوله. سنستمع للتصريح الثاني لعبد الكريم مدوار الذي يتحدث فيه عن الاقتراحات ربما التي قدمها للمكتب الفيدرالي والتي ناقشها كما يقول رئيس الاتحاد بنفسه. تكلمت واعطيت المقترح، اعطيت يعني رابور باسكو البيرو فيدرال اندار كما اليوم البارح احنا درنا اللقاء الاخير مع الوسط، يعني الامين العام للرابطه دار التقرير تاعو في الليل وجابوا لي وانا في الاجتماع والتقرير كامل وشامل. الاقتراح انا قدمته امام اعضاء المكتب الفيدرالي وناقشه الرئيس شخصيا معي هذا الصيغه اللي تكلمت عليها وتكلم قال لك كيفاش نديروا 20 ونديروا 18 والجمعيه العامه صدقت على نظام المنافسه على 18 و16. قلت له ما كاينش مشكل، لماذا اليوم الصيغه اللي راهي مقترحه يعني في الاستشاره فيها 20 وفيها 18 بفوجين، مادام هي سنه يعني استثنائيه
نخلوها في هذه السنه الاستثنائيه كما تكون في الاستشاره اللي قدمتها الفيدراليه، كما تقدر تكون في الاستشاره في المقترحات تاع الرابطه المحترفه، لان هذو مقترحات الانديه وباش يعني الطبقه يعني الاجتماعيه والفرق يعني كي درك واحد تقول له انت مازال ما كملش الشامبيونه تقول له تهبط، مازال ما كملش الشامبيونه وتقول له يعني فيه حساسيه. ولهذا الهبطه ما كانش تلعب افار، تلعب 18 ونديروها سنه يعني اون سيزون يعني استثنائيه ريثما يطبق النظام المنافسه الجديد في 2021 2022 مادام صديق عالي في الجميع العامه. نظن هنا هذه تناقشت مع الرئيس وامام المكتب الفيدرالي، الى اليوم الامين العام يقول لك ما كانش مقترحات. وما نظن اذا مصطفى كويسي لا الصراع ربما هو قال بانه قدم اقتراحات، وحتى انه كانت له كما قال محفوظ انه كانت له لقاءات مع انديه الوسط والغرب والشرق. لا قدم اقتراحات، هو يعني من حقه، هو رئيس الانديه الكل يعني 38 راك تقول، هو من حقه ان يدير الاستشاره ويسمع الاراء تاع، لان هما الفاعلين هما اللي يلعبوا في الدوري. ولكن هنا تزيد تبين يعني ربما مع الحاج كي يقول لك ما كاين صراع، وقالها يعني من باب واحد اخر. انا نظن الصراع كاين الحاج، الصراع كاين وما نقدروش ننفيوه. يعني ما تذكروا هيك نهار مولود يا يسمى شفتوا الصراع يعني الحرب اللفظيه اللي صرات هنا اونتر بريزيدون فيديراسيون بريزيدون ليك علنيا وراو بلي لو كورون نو باسي با. بون سي فري كو كاين احترام، لان سي مدهور ما يقدرش كلكو سوا يتجاوز صلاحياته، يتجاوز صلاحيته. اذا الاشكال راه هنا. ولكن راني نقول نعاود انا نسال لماذا هذا دائما يعني تكون هذو الاشكالات بين الوغ كو كل واحد نورمالمون عنده الصلاحيات تاعو. علاش عاودت عطيتك مثل تاع يعني في اوروبا أول. ولا مره سمعنا رئيس رابطه يعني في شجاع مع رئيس الفيدراليه الا علاش تروح لاوروبا؟ روح نقولوا خلينا تونس، والله ما نهضروا على نقولوا يعني نروحوا للحاجه المميزه. ولكن هنا هاك شفت كيفاش، وحنا الكره الجزائريه اللي باش نقولوها يعني بحاجه الى تضافر الجهود الى الهدوء الى الجو يعني يكون استقرار التعامل، خاصه التعامل بين يعني الهيئات كما هذه مهمه. هذا يحيلني الى سؤال، انه المنتخب الوطني الجزائري احتفل منذ ايام بسنته الاولى كبطل لافريقيا، ولكن يبقى المنتخب اذا تشاطرونني الراي يبقى لا يبقى الشجره ربما التي يبقى الشجره التي تغطي لا غابت المشاكل التي تعاني منها كره القدم المحليه. اول هل ترى ربما مشاكل بهذا الحجم لا يخدم اصلا النوادي الجزائريه؟ ما نهتموا بالكره القدم المحليه يعني رانا كما قلت ما ناكد انه الفريق الوطني والا النتائج تاع الفريق هي الغابه الشجره تغطي الغابه يعني احنا تمنينا انه ان شاء الله لانه عندنا فريق يعني عنده قادر انه يزيد يفرض وجوده في السنوات القادمه ويحقق نتائج ايجابيه بفضل اللاعبين الفريق الوطني متكون المدرب جمال بالماضي اللي عنده خلى البصمه تاعه وخلى وكون فريق يعني يمثل احسن تمثيل للفريق الجزائري يعني. ولكن كان نفس الشيء يعني باش نقولوها نفس الشيء كان في السنوات الماضيه، ولا مره اعتمد ولا الكره كانت في اهميه المسؤولين، لازم نقولوها كذلك. حتى في العادات اللي فاتوا ما شفناش إن الكره المحليه شفنا يعني نتمنى مصطفى يعني نتمنى ان تتحسن يعني الامور، نتمنى ان يكون الاهتمام اكثر بالكره المحليه، لانه هذا ينعكس على تاثيره على مشاركه انديتنا القاريه، لاننا غائبين منذ سنوات طويله. حبيت نقول لك ماهيش الا يعني في العهده هذه صحيح. حتى في العهده تنقولوها يعني الحاجات السلبيه لازم تتقال. الكره المحليه عندها سنوات هي تتخبط في مشاكل كبيرة مصطفى ما اهتمناش بها ان شاء الله. مصطفى ندرك يدرك الجميع يعني انه الخيار يتجه الى الاستشاره تتجه الى اقرار الخيار الثالث اللي هو اعتماد
الصعود يعني وإلغاء النزول يعني نتجه الآن إلى 20 فريق فرضا أننا اعتمد هذا القرار 20 فريق كيف ترى المشهد مشهد الرابطة الأولى والقسم الأول المحترف بعشرين منتخب الموسم المقبل شوف مهما يكون 20 فريق ولا 26 فريق ولا 30 فريق البطولة نتمنى أنها سوف تعود يوما ما لأنه لازم نقولها بكل صراحة من أولويات الدولة ما هيش كرة القدم فيه حالة استثنائية فيه ظرف استثنائي فيه معاش اليوم ممكن جدا أنه راح ربما تزيد طول الحالة هذه والإصابات رأي في تزايد مستمر لا أعتقد أنه العودة إلى المنافسة راح يعود في الشهر القادم أو في الشهر ما بعد القادم يعني نقدر نزيد أشهر أخرى بدون كرة القدم لكن اليوم نتكلم على 20 ولا 25 فريق فيه بطولة أخرى يعني فيه موسم كروي آخر فيه يعني الاستشارة هذه ما تكلمتش على الكأس الجمهورية صحيح. لماذا لم يتكلموا على كأس الجمهورية لأنه في رأسهم أنه مهما يكون راح تلعب هذه المنافسة هذه صحيح. لكن نقول أنا لو يلغى الموسم ولا راح يكون صعود ولا نزول الموسم راح يعني نضعه في جهة أخرى وراح يعني نعود إلى موسم كروي جديد لكن كذلك لازم نخمه كذلك وقتاش نكمل الموسم الآخر صحيح يعني 20 نادي يعني بالنظر إلى المشاكل المالية اللي تعرفها النوادي أمر صعب جدا على ذكر مصطفى الخيار الثالث الكثير من النوادي تحبذ أنه تروح للخيار الثالث لأنها تخدم مصلحتها من بين هذه النوادي مشاهدين فريق شباب بلوزداد المدير الرياضي لفريق شباب بلوزداد توفيق قريشي كان له حوار خاص للتلفزيون الجزائري أجره الزميل الكريم أيت عثمان يتحدث عن الخيار الثالث الذي تحدثنا عنه وعن أحقية فريق شباب بلوزداد بلقب هذا الموسم ايضا بالنسبه للاعبين هما مشكورين لانه اخيرا ونظن هذا قرار القرار التالي اعتبره قرار حكيم ليصب في مصلحه اغلبيه النوادي بطبيعه الحال كاين بعض الفرق اللي ممكن ستطالب باشياء غير معقوله لان قرار منح البطل منح البطوله للفرق المتصدره هو قضيه قرار الحل موجود ولكن لازم له قرار بالنسبة للفرق اللي ستسقط يتخذ قرار باش ما تسقطش هذه الفرق والحل الموجود هو يكمن في قرار أما الفرق ممكن اللي راح تطالب بأشياء غير موجودة ومستحيلة للتجسيد داخل الميدان هي الفرق اللي تحت المراتب الخمسة أو الستة مرتبة الخامسة السادسة والسابعة يقول لك لو تتواصل البطولة ممكن نكون في المراتب الأولى ممكن نصعد وممكن نلعب تشامبيونز ليج ولا كأس الكاب ولكن إمكانية مواصلة البطولة غير موجودة إذن إمكانية اغتنام فرصة وصول إلى المرتبة الرابعة أو الثالثة غير موجودة وبالتالي طلب هذا يعتبر في رأيي الشخصي غير مؤسس ولا يمكن تجسيده بأي صفة من الصفات لأنه ما تقدرش بدون سبب الفريق اللي موجود في المرتبة السادسة تأخذ قرار وترده في المرتبة الرابعة على أي أساس إذن كاين الفرق هذه ممكن اللي ما تلقاش الحسابات تاعها ما نقولش لا مش راح تستفيد من هذا الوضع وبالتالي ممكن تطالب باشياء غير معقول اذا كان هذا راي متصدر الرابطه المحترفه الان المحترفه الى غايه الجوله الثانيه والعشرين طبعا قبل ان تتوقف بسبب وباء كورونا محفوظ منطقي الرجل يدافع عن فريقه يقول أننا لنا الأحقية في الفوز باللقب هل توافقه أنت هو طبعاً هو قريشي دافع عن الفريق باعتبار أنه يمثل الفريق ويشتغل في فريق وبالتالي من حقه لازم عليه أنه يدافع الألوان تاع الفريق بالنسبة لأحقية الشباب الوزداد باش يكون العام والخاص يعرف مش يطالب إعطاء البطولة يطالب بإتمام الموسم إنهاء الموسم اما اذا كان الموسم لن لا يمكن انهائه يطالب بحقه باعتبار انه لانه ننهي اذا نوقف الموسم ونعطيو بطوله لفريق معين هو الاولى لانه هو حتى المرتبه الاولى من بدايه الموسم مش من يوم اما اذا كان موسم ابيض ولا كذا هذيك حاجه خلاف صحيح. اما لما نقرر نوقف الموسم والبطوله شكون يديها
لازم يكون بطل. ولكن هناك محفوظ أيضا من يقول بأنه الوصيف أو صاحب المركز الثالث بالأحرى فريق مولودية الجزائر نعم. عنده مقابلة ناقصة يعني عنده 37 نقطة. شباب الوزاد أيضا عنده مقابلة المقابلات اللي بقاو صحيح مولودية الجزائر شباب الوزاد يستقبل مولودية الجزائر في ملعب 20 أوت ومولودية الجزائر تنقصه مباراة أمام أتلتيك بارادي لأنه الشارع الرياضي يتحدث بهذا لو كان تكلموا من هذا المنطق أنا نقول سطيف اللي عندها أكثر أحقية إيه؟ تستقبل سطيف تستقبل شباب الوزداد تستقبل مولودية الجزائر تستقبل القبائل أنا نتكلم عندهم حدود لكن ما راهوش هنا المشكل صح. ما راهوش هنا المشكل المشكل ما كاش عدالة في الترتيب العام لأن في عدد المباريات شباب الوزداد نقصوا مباراة مولودية الجزائر نقصها مباراة بارادو نقصوا مباراتين ما نقدرش نتكلم على ترتيب صح. في حالة ما إذا فرق عندها عدد مباريات وفرق أخرى عدد مباريات هما من يتحدث أنه 22 جولة توقفنا عند 22 جولة ووقفنا البطولة كما قال مصطفى قبيلاد اي قرار تاخذه ما تقدرش يعني يحقق الاجماع دائما مثلا في فرنسا مثلا رئيس فريق ليون اقام الدنيا واقعدها حتى لو رفع دعوى ربما اذا المحكمه الاداريه رفضت له الدعوى تاعو في حين انه وافقت اللي عبطت وافقوا انه بقاو اما اللي هو راح المحكمه الاداريه ورفضت الطلب تاعو قرار اتخذ لانه فرنسا كما تعرف الوزير الاول اللي اخذ القرار وزير الشباب والرياضه تبنى رئيس الرابطه تاع كره القدم تبنت الموقف تاع الوزير الاول وعنت نهايه البطوله رغم انه احنا عبد العزيز في الجزائر الان النوادي طالب اول حاجه اعطينا القرار توقف البطوله ولا ما توقفش لانه صح. علاش اللاعبين راهم بلوكيين يعني معلقين نحتاج الى قرار جريء طبعا قال البطوله متوقفه الفرق تليبيري لي جوار تاعها لنهايه العقود تندادب يعيشوا وضعيه صعبه نفسيه صعبه جدا تخيل من شهر مارس هو ينتظر راه يعاود يرجع ولا ما يرجع دخلنا الشهر الخامس قريب خمس شهور ما يقدرش يرضي يعني بهذا السكوت يعني هذا هو الموقف هي الموقف من المفروض انا شخصيا كنت درت تصريح حتى في استجواب في احدى الصحف المتخصصه في شهر مارس لما بدات لا بانديمي وقلت هذا قلنا عنه توقيف البطولة وبالتالي اللاعبين يكونوا أحرار أول حاجة أحد الأعباء على الفرق تنقص صح الآن كما قال لك مصطفى الآن آخر اهتمامات هو كرة القدم صح احنا مع المشكل اللي راه واقع الآن يعني أصبح الإنسان يعيب يحشم يقول يتكلم على كرة القدم صح في ظل الظروف الحالية الصحة طبعا الناس مسوفريه متعاني في المستشفيات السيك الطبي اللي عنده اطباء اخر 4 شهور 5 شهور ما راحوش لاهلهم يعني مشاكل بالجمله والدوله الجزائريه يعني تحاول كيفاش توفر كل الامكانيات من اجل مواجهه هذا الوباء وجيت تتكلم على كره القدم وشكون يدير البطوله وشكون يدير الكاس 18 يلعبوا 20 يلعبوا ولا يعني عيب يعني لو كنت مكان لو كان لك القرار ما القرار الذي انا في لو كان جيت القرار في مارس نوقف البطوله نهائيا يعني موسم ابيض موسم ابيض المهم توقف البطوله من بعد تاخذوا القرار بعد تاخذ القرار المكتب الفدرالي الاجتماعي يقرر عنده الوقت بالتنسيق مع السلطات مع الدوله وكذا بصح في مارس تنهي المهام الان يتكلموا يمكن بعض نشوف اليوم نشوف موقع الرابطه الرسمي الرابطه يقول لك جنوب افريقيا راه مستانفوا والجنوب وعلى ما تقولش باللي الكاميرون توقفت غانا توقفت يقول لك جيراننا تونس راح يستقبل انا نجاوبك تونس المجال الجوي مفتوح الان احنا بجزائر عندنا مفتوح صح ما كل بلد عنده خصوصيات ما نقارنوش هو القرار خداو الحاج القرار تاع في مواد مارس في شهر مارس كانوا خداو القرار باستمرار البطوله تكلموها هذا هو لانه الغلطه هنا لان تسرعوا انا بالنسبه لي تسرعوا كان قالوا نكملوا البطوله هذا هو الكلام كان قرار المكتب الفيدرالي في 30 افريل في افريل باش نكملوا يعني كان هناك في حين انه في هذا الطريق الاستئناف في حين انه هذه الحالات هذو يا اللجنه العلميه اللي تقرر ماكش تا فيدرالية ولا الوزاره الصحه واللجنه العلميه اللي تقرر هنا كان تسرع هذا لربما لانه كما تقول لك اللجنه العلميه استأنف حتى الموسم الجديد لو كان غدوه من اللجنه العلميه ما تقولش استأنفوا المنافسات ما تقدرش تولي طبعا تقدرش تولي زيد تكلمني على اللقب
احنا دوك حنا في غينا نتكلموا على شكون اللي يدي البطوله وشكون اللي يلعب كاس رب، ما على بالناش وقتاش نولوا. صحيح، هاي ممكن جدا انه الجائحه هذه بعيد الشر. على كل حال نتمنوا غير الخير للبلادنا، السلامه والعافيه، السلامه والعافيه لبلادنا والناس المصابين، وربي يرحم اللي ماتوا. ممكن جدا انه الجائحه هذه راح تزيد على شهرين ولا ثلاث شهور، ممكن احنا ما على بالناش وقتاش، لانه اللجنه العلميه هي اللي تحدد طبعاً. تعود الرياضه ولا ما تعودش، يعني بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. اليوم تكلم لي على بطولة، هذا يلعب كأس رابطة أبطال، هذا يلعب، خذ لي يعني الترتيب اللي راه اليوم في الرابطة الأولى. كاين شباب الوزداد عند توقف البطولة، نعم شباب الوزداد، كاين الطيف، كاين مدير الجزائر، كاين شباب القبائل، الأكثر تتويجا في البطولة المحترفة الأولى هما هاد الفرق. هادو محتاجين أن اللقب، محتاجين اللقب اللي ما لعبوهش. انا لا اعتقد هذا، انا لا اعتقد، لانه هذا يبقى رايي الشخصي. لانه لو يعني تحاول كيفاش تقنع هذا النوادي، لانه المسؤول هو اللي يعرف يقنع، عنده لغه الاقناع وعنده الجراه في اتخاذ القرارات، هذا هو المسؤول اللي نقدر نعتبره انا مسؤول يعني حقيقي. كيف ترى مشهد المشهد الكروي، الافق تاع المشهد الكروي انت مصطفى كلاعب يعني يعني سابق، وفي ظل هذا الاوضاع وفي هذا في ظل هذا الجدل الكروي السائد؟ شوف، انتظرنا كثير باش ناخذوا القرارات، وخاصه توقيف البطوله. انا نتكلم على التوقيف، لانه كنا قادرين نوقف البطوله ومن بعد يعني نجتمع ويكون عندنا الوقت باش ناخذوا قرارات. يعني خطينا 4 شهور تردد، يعني زيد 5 شهور زيد. انت اللاعبين هادو هما الفاعلين، والمدربين هما الفاعلين، وين راهم مجال من الاعراب؟ ما كاش، ما تكلمناش عليهم. زيد الاطباء اللي في النوادي اليوم راهم يخدموا في المستشفيات. صحيح. اليوم محتاجين الاطباء في المستشفيات ماشي في النوادي، لانه قلت لك انا اولويات الدوله هو الخروج من الوضعيه هذه، من الحاله الوبائيه هذه. اليوم كاين حاله استثنائيه، فيه قرار استثنائي، لازم ما نقعدوش نقعدوا ندوروا لف ودوران باش ناخذوا قرار اللي انتظرنا لمده 5 اشهر. انا قلت لك على أما محل بالإعراب للاعبين والمدربين والعساسين هادو في الملاعب، واللي ليفدو اللي قرض ماتيريال، وين راهم؟ ما كاش. ما تكلمناش مصطفى كويسي. لا أنا نظن صح، يعني على العموم واش قال مصطفى يعني نشاطر، ولكن ربما حاجة اللي ما شاطروش هي أن يعني باش تقول لي يعني أي فريق خاصة اللي راهم موجودين يعني مع في المقدمة بالطبع. انا ما نساوش ان حتى العام الجاي نظن باللي الوباء ان شاء الله راح يروح، يعني العام الجاي كمان نظن حتى ينقص، تكون نخمو على الكؤوس افريقيا لي كومبيتيسيون افريكان. دونك هذه تربص المنتخب الوطني، لابد ان الفيدراليه او المكتب الفيدرالي انه يقرر شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث. وهذه كاين تقنيات معروفه، تقنيات حتى الكاف حدد 31 اوت لازم نعطيها 31 اوت. ايه لازم النوادي المشاركه في المنافسه، لازم يقولوا الحاجه، لازم يعلنوها يعني هكذا بلي شكون اللي يلعب غدوه. هنا عندما النسبة برك المئوية اللي مقبل تتكلمت على الاقتراح، أنا راني معك إن شاء الله. أنا نظن باللي الاقتراح الثالث فيه نسبة مئوية كبيرة. قرباج يعني سيد محفوظ قرباج الرئيس السابق للرابطة، يعني كلمة أخيرة قبل أن نختم، لأنه البرنامج شارف على النهاية. والله غير أنا بالكلمة الأخيرة ما نتكلمش على كرة القدم، نتمنى نوجه تحية إجلال وإكبار للطاقم الطبي، أطقم الطبية وكل العاملين في سلك الصحة على المجهودات اللي يعني راهم يدافعوا علينا، لأنه هما راهم قايمين بثورة ضد هذا العدو، هذا اللي يعتبر عدو إن شاء الله، ضد البشرية وضد الشعب الجزائري. ونتمنى إن شاء الله الوعي في صفوف الشعب الجزائري حتى نعاون هذا السلك، لأنه هذا أطباء مساكن يعني اللي عندهم سنة شهور ما راحوش ديارهم، ما تلاقاوش بولادهم، ما تلاقاوش بأسرهم. فنتمنى إن شاء الله ربي يخرجنا من هذه الأزمة إن شاء الله، سالمين غانمين إن شاء الله. الصحة والعافية. محفوظ قرباج رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم السابق، كنا سعداء باستضافتك اليوم وبإثراء النقاش حول الجدل الذي تعرفه الكرة الجزائرية. شكرا جزيلا لك. أيضا نشكر محللنا مصطفى مازا ومصطفى كويسي، نشكركم على الوقت مصطفى، لأنه لا باش نتمنى برك الشفاء العاجل
اللي محمد حنصل لازم تكلم عليه الحاكم الدولي يتعب يعني لكل المرضى ان شاء الله. نشكركم جزيلا ضيوفنا، نلقاكم ان شاء الله في فرصه اخرى بحول الله. وانتم كذلك مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعه في برنامجك اليوم ستوديو لايف. شكرا لكل الزملاء في الإعداد والتنفيذ والإخراج بقيادة الزميل هيكل القاسمي. نلقاكم إن شاء الله بألف خير في أعداد قادمة بحول الله. إلى اللقاء.